دايما الناقص هيحاول يقلل منك عشان ما يبانش ناقصه، والكذاب هيطلع كل الناس كذابين عشان يتدارى وسطهم وما يبانش انه كذاب. هتقابل ناس تحاول تجيب اللي فيها فيك وتحسسك بالعجز والنقص، وان انك اللي وحش وما تتعاشرش، وياخدوك بالصوت والهبد والرزع عشان تكش وتصدق انك انت اللي شخص سيء للأسف، وهم اللي كويسين وملايكة. دايما في ناس قبل ما تمشي من حياتك هيقللوا منك ويشيلوك الغلط ويجيبوا اللي فيهم فيك ويحملوك عيوبهم. واعرف ان اللي طبعه خاين عمره ما هيتعدل، وركز في دي كويس. خليك واثق في نفسك واوعى تبص وراك، وصدق انك الصح وعامل اللي عليك وزياده معاهم. اوعى تجيب ورا طول ما انت على حق. طز في اي حد، انت صح. تحياتي يحيى شن.